بتتكلم صح، راجل بول درر صح كده، النسوان هم سبب كل القرف اللي في الدنيا، ولا يا نوح؟ نوح فين؟ نوح فين؟ نوح بيقول لك فين نوح؟ معنى كده ان في دكر سارح في المعسكر؟ فتيات ارفعنا حاله الطوارئ. طوارئ يا بنت انت؟ ده اخويا هيضحك. يا جماعه استهدوا يا جماعه كده يا جماعه. نوح كان قاعد معانا فعلا من شويه بيسمع الحدوته، وبعدين بطنه وجعته قوي بقى، قاعد يقول اه يا بطني وجعاني ومش عارف ايه وبتاع، فقال ان هو هيمشي ها هيسبقك على المعسكر وانت بقى حصلت. وانت عرفت منين؟ انا ما هو جه في وسط البتاع، ما شفتوش؟ جه في وسط الحكي كده بتاع الحاج، وقال لي يا بقولك يا محمود بقى قول انت السلطان عشان بطني وجعاني قوي مش عارف ايه وبتاع، قول انت السلطان عشان الحاج انت عارف بيسترسل في الحكي قوي. يا ريته يا ريته كان قاعد معانا دلوقتي وسمع الحدوته دي عشان يتعلم ان النسوان هم اساس الغم كله. ولا يا نوح؟ ايه ده نوح يا عم؟ بقولك مشي مشي ماشي، لما يرجع اقول له يحصلني انا رايح المعسكر. يا عم بقى هو سبق، انت اللي حصله. يا خلاص بقى يا عم انت، ده ايه الغباء ده؟ طيب يا جماعه اسمحوا لي انا والحاجه هنتجه، تصبحوا على خير، هاف ا نايس تايم. يلا حاجه. يلا باي باي يا حاجه. باي باي. باي باي. ايه ده؟ اه انا هقوم اوصلهم يا قائد. بجد بقى امتى الهدنه تخلص؟ انا عايزاها تخلص واخد المفتاح عشان ناخد الاسلحه كلها ونحط على الرجاله كلهم بما فيهم الحاج على فكره. اه والله انا نفسي نخلص من الحاج ده. كرمتي قطتي بطتي، بقول لك ايه، انت ليه ما رديتيش على سلطان؟ سلطان ما رديتش يعني بذمتك ارد عليه ازاي يعني؟ يبقى لي وش بعد اللي الزفته تزيد ده عملته؟ اتكذفت طبعا. محبوبي حبوبي دبدوبي، هو انت ليه ما قلتليش ان تزيد جات لك الاوضه؟ ايه يا كارما الاوفر ده؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت بتتوهي يعني؟ مش بتكلم انا في حاجه تانية، بتتوهي؟ بتتوهي الموضوع؟ مش ممكن يعني. انا هقوم يا كارما، نام هقوم انام. الاوفر ده؟ طب انا اسفه. انا مالي انا؟ عالي قوي الصنف ده يا نيفو، عالي قوي. هو حامي شوية بس عالي. اسمها ايه الاصطفة دي يا نيفو؟ احمد. احمد مين؟ احمد تي. حلو احمد، ظريف احمد ده، هاتيلي منه على طول. بقولك ايه يا نوح؟ هو انا بجد مش فاهم احنا مستنيين ايه عشان نتجوز؟ يعني انا شايفة ان دلوقتي وقت مناسب اوي عشان احنا في هدنة، صح ولا غلط؟ صح. ونلحق نخلف لنا بيبي او اتنين او تلاتة او تمانية قبل ما الحرب تبتدي. بيبي او اتنين او تمانية قبل الحرب ما تبتدي؟ اه ما شاء الله، ده انتي عشمانة فيها جامد. لا بس فكرة حلوة، نتجوز بدل الشحططة اللي احنا فيها دي. بس هنعيش فين؟ اقول لك حاجة؟ ايه؟ تعالي نتجوز ونعيش عندك في معسكر البنات، ونطير كارما ونمسك انا وانت القيادة. ده عند ام حمادة. انا دلوقتي فهمتك كويس قوي، انت عايز تروح معسكر بنات عشان تقعد تبصبص على البنات يا نوح. انا فهمت كويس قوي. شيخة يا شيخة، حرام عليكي بقى، حرام عليكي. ده انا اخر مره رحت معسكر البنات عندكم ما شلتش النضاره من على عيني. ايوه صح، انا خدت بالي منك واتبسطت منك قوي يا نوح بصراحه. طب يلا يا نوح بقى، عايزين نتجوز ونعمل بيت زي الحاج والحاجه ونعيش مع بعض مبسوطين في تبات ونبات. ماشي يا نيفو، بس ما ينفعش اتجوز دلوقتي واسيب سلطان، دي يبقى اسمها خيانه. على فكره انت كنت لسه من دقيقتين موافق تروح تعيش معسكر البنات. ايوه ما هي دي حاجه تستاهل الخيانه. نعم، ايه اللي انت قلته ده يا نوح دلوقتي؟ الموضوع بقى باين زي الشجرة بالظبط، انت اناني وبتاع مصلحتك وما بتفكرش في حد وعايز تقعد وتاكل وتشرب سلفقة وخلاص. انا هنساك يا روح واحطك على جنب، انت خلاص بقيت بالنسبة لي صفحة وتويتة. ما تطويهاش والنبي ما تطويها يا نيفيهان. يا نيفيهان انا ما اقدرش اعيش من غيرك. طب اقول لك حاجة؟ ايه؟ تعالي نتجوز ونعيش عندنا في معسكر الرجالة وخلاص. انت مجنون يا نوح، انت مش عارف عملوا ايه في تزيد؟ كارما لو عرفت حاجه كده ممكن تموتني، وانت عارف ان هي اصلا من نفسها وعندها مشاكلها. تعرف ده معناه ايه؟ ايه؟ معناه انت ما بتحبنيش وما تفكرش فيا. انا؟ ايوه يا نوح انت. بقولك ايه؟ مش هتشوف وشي تاني يا نوح، وادي الشاي بتاعي، انا ماشيه وهات الشاي اهو كله. يا نيفو يا نيفو اسمعيني، بلاش هبل يا بت. العبط ده. طب هي خدت الشاي ليه طيب؟